اسلوب الجراج الداخلي تم تخصيص قطعة ان شاء الله بنظام الايجار، كون هيئة النقل تم تخصيص لها سابقا قطع مخصصة بمسجلة باسمها بعنوان جراجات للمدينة. وجود جراج الرئيسي في المدينة حاليا هو الجراج الخارجي، ووجود اصلا ايضا قطعة اخرى في المدخل الشمالي كجراج شمالي. ان شاء الله المنطقة راعينا بها بالاتفاق بتوجيه السيد المحافظ والسيد النائب محافظ الفني، انه قرب المنطقة على الاسواق المركزية للمدينة ومنطقة تجارية، وتم اختيار منطقة قرب مصرف الرافدين، بناية مصرف الرافدين بقطع حوالي 3 دونم تؤجر بنظام الايجار لهيئة النقل. حاليا في طور الموافقات والمصادقات، اعتقد بوجود لجنة من هيئة النقل لتقييم الموضوع.